أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونبدأ النشرة بأولى نوافذنا على مدينة ولاتا. قال الرئيس الموريتاني محمد بن عبد العزيز إن تمسك الموريتانيين بالدين الإسلامي السمح جنب البلاد ويلات التطرف والانحراف، مضيفا أن موريتانيا كان لها دور هام في نشر الإسلام بالصحراء وإفريقيا. جاء حديث عبد العزيز خلال إشرافه على افتتاح أعمال النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة بمدينة ولاتا، حيث أكد أن المهرجان يعتبر مناسبة لاستحضار أمجاد التاريخ والحفاظ عليها في الضمير الجمعي لموريتانيا. إن تمسكنا بهذا الدين القيم كتابا وسنة وعملنا على وفق هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي حصن مجتمعنا على مر العصور من غوائل الفتن والتطرف والانحراف. أيها السادة والسيدات، تشكل مدننا القديمة ثقافة وعمرانا رمزا لهويتنا الحضارية وشاهدا حيا على دورنا التاريخي الرائد. فقد كانت تستقطب العلماء من كل الأقطار، وكان لها فضل كبير في انتشار المعرفة والدين الإسلامي السمح شمال وجنوب الصحراء. وقال أولي عبد العزيز إن مهرجان المدن القديمة يهدف إلى ترقية المدن وتنميتها مع المحافظة على معالمها العمرانية وروحها التراثية وتاريخها العريق، مضيفا أن هذا الهدف ظل حيث بذلت جهود كبيرة في سبيل تطوير هذه التنمية. إن مهرجان المدن القديمة يهدف في ذات الوقت وبالأساس إلى ترقية هذه المدن ومنحها مقومات النمو والتطور مع المحافظة على معالمها العمرانية وروحها التراثية وتاريخها العريق. ولقد ظل هذا الهدف حاضرا بقوة في سياسات الحكومة على مدى السنوات الأخيرة، حيث بذلت جهود كبيرة في سبيل تطوير البنى التحتية في هذه المدن وفك العزلة عنها وخلق فرص عمل لسكانها ودعم نشاطاتهم المدرة للدخل. أيها السادة والسيدات، إن الحفاظ على المدن القديمة وترقيتها يعد حفاظا على هويتنا الثقافية والحضارية، وإسهاما في ترسيخ وتنمية قيم التسامح والاستقامة والتكافل. قال وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية سيد محمد المحم إن النظام الموريتاني الحالي حول مدينة ولاتا إلى متحف وعاصمة للعلم والثقافة، مضيفا أن الأنظمة السابقة أرادت لها أن تكون مجرد سجن. وتحدث المحم في خطاب ألقاه خلال افتتاح النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة عن البعد التاريخي والثقافي لمدينة ولاتا. فولاتا وشقيقاتها هي بيتكم الذي أنقذتم من الضياع والإهمال لعقود من الزمن كادت فيها أن تندثر وأن تفقد صفتها بذات الفعل كتراث للإنسانية وكمنارات علم وثقافة حملت الإسلام والحضارة والإشعاع إلى كل المحيط وأبعد. ولاتا يا فخامة الرئيس، هي بيتكم الذي أرادت له الأنظمة السابقة أن يكون سجناً ومنتبذاً عقابياً قصياً، الداخل إليه مفقود والخارج منه مولود، فحولتموها بما بذلتم من جهد صادق وعزم أكيد متحفا وعاصمة للثقافة والعلم في هذا المنكب من بلدنا
فاستعادت بذلك ألقها ودورها. وحين أراد الغلاة والمتطرفون هدم ما عجزت عن هدمه عاتيات الزمن، كانت مقاربتكم الأمنية أقوى حماية لهذه المدن. هذا وتشهد النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة معارض كتب، بينها معرض إسباني، كما تتخللها محاضرات ثقافية وعلمية وتستضيف فرقا فنية وأدبية من بلدان الجوار. إن النسخة الثامنة من مهرجان المدن القديمة لهذا العام، والتي تتشرف بافتتاحكم لها بمدينة ولاة العريقة، تتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والعلمية ذات البعد التراثي الأصيل، وستشهد هذه السنة عرض فيلم وثائقي عن تاريخ المهرجان ومعارض كتب تتضمن مطبوعات جديدة قيمة عن بلادنا تاريخاً وتنمية وحياة اجتماعية، إلى جانب العديد من المحاضرات ذات القيمة العلمية العالية. وسيكون المعرض الإسباني ضيف شرف على المهرجان لهذه السنة في عناق تاريخي بين المعمار الولاتي والأندلسي، بما يترجم العلاقات التاريخية الضاربة الجذور بين ملثم الصحراء والشعوب وحضارات شبه الجزيرة الإيبيرية. كما يستضيف المهرجان عدداً من الفرق الفنية والأدبية من إخوة لنا ربطتنا بهم عبر القرون، أواصر الدين والثقافة والقربى والجيرة، فمن قليميم وعيون الساقية الحمراء وتندوف إلى عمق مالي وعاصمته الثقافية تنبكتو، إلى تخوم ملتقى النيلين في بلاد السودان الشقيق، ثقافات وشعوب تبادلت مع الموريتانيين التأثير والتأثر عبر التاريخ. يشكل مهرجان المدن القديمة مناسبة لإحياء تراث وثقافة هذه المدن التاريخية والسعي إلى الحفاظ عليه من الاندثار. ويتضمن المهرجان السنوي الدوري نشاطات مختلفة تجمع بين الأدب والثقافة والتاريخ والفن، إضافة إلى معارض تراثية، وينظم كل سنة بإحدى المدن القديمة. نتابع. مهرجان المدن القديمة مناسبة سنوية تسعى من خلالها موريتانيا إلى إحياء الثقافة والتراث مدنها التاريخية والحفاظ عليه من الاندثار. وتبرز خلال هذه المهرجانات المكانة التاريخية للمدن القديمة ودورها الريادي، ويكون ذلك من خلال الشعر والأدب والتاريخ والسينما والمسرح والموسيقى، فتتشكل فسيفساء ثقافية تعكس تنوع ثقافة ومكونات المجتمع الموريتاني. وتحاول المدن القديمة من خلال هذه المهرجانات إعادة التعريف بنفسها وإحياء حضارتها الممتدة لقرون خلت، تعريف يكون للمكتبات العلمية فيه دور كبير، حيث الثقافة والعلم صنوان كثيرا ما عرفت بهما موريتانيا. وتحضر خلال هذه المهرجانات الرماية التقليدية وسباق الجمال لإبراز الدور المحوري لسفينة الصحراء ووسيلة نقلها العريقة، فضلا عن دوره الاقتصادي، حيث كان يشكل قطب رحى القوافل التجارية بين المدن. وإلى جانب ذلك تحضر المعارض التقليدية الثرية بتراث غابر يكاد يطويه النسيان، وتتحول المدن القديمة في مهرجاناتها الثقافية إلى قبلة للموريتانيين، كما يشد الأجانب إليها الرحال لاكتشاف الوجه الثقافي الأصيل لموريتانيا، ويحضر بعض من تتقاسم معهم موريتانيا جزءا من الثقافة والحضارة. وتكسر المدن القديمة من خلال مهرجاناتها السنوية صمتها المطبقة، وتتحول على مدى أسبوع إلى نشاط وحيوية لا تكاد تشهدهم المدينة التاريخية إلا بعد سنوات بعدما يكمل المهرجان دورته على المدن الأربع. وإلى جانب الوجه المشرق لمثل هذه المهرجانات، فإن المدن القديمة ترنو إلى فك العزلة عنها وعن ساكنتها، وإلى النهوض بأوضاع الخدمات الأساسية فيها، حيث تشكو ضعف الصحة والتعليم وشبكة المياه والكهرباء. ومعنا في الاستوديو مولاي ولب حيدة كاتب صحفي، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. بدايه، ما الدور الذي يمكن ان يمثل مثل هذه المهرجانات
والذي يمكن أن يحققه للمدن التاريخية القديمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شك في ذلك أن مثل هذه التظاهرات الثقافية مهمة جدا لهذه المدن التاريخية، خاصة أنها إذا استغلت استغلالا حسنا يمكن أن تضيف جديدا لهذه المدن فيما يتعلق بالبنية التحتية. لكن مقابل لا أعتقد أن بهذه النسخ إن لم تتطور أكثر يمكن أن تضيف أكثر مما أضافته في النسخ السابقة، لأن هذه المدن تحتاج إلى بنى تحتية صلبة تفيد هذه المدن على المدى الطويل وليس المدى القصير، لأن المدى ربما هذه التظاهرات اقتصادية تفيد بعض الساكنة، تفيد بعض حركية السوق آنيا، لكنها لا تضيف جديدا على هذه المدن لأنها تحتاج إلى بناء تحتية صلبة. نعم، البعض يرى أنها بحاجة لنهوض بأوضاعها وفك العزلة عنها أكثر من تنظيم مثل هذه المهرجانات. طبعا تحتاج إلى بناء تحتية صلبة من أجل إغراء الآخرين، خاصة الذين يأتون من بلدان أخرى للعودة إليها، ليس في وقت في هذه المواسم وإنما في كل المناسبات والأزمنة، وبالتالي تحتاج ما تحتاجه هذه المدن إلى هو بنى تحتية صلبة وليست آنية كما هو حاصل الآن. لكن هذا المهرجان يهدف إلى إحياء التراث والحفاظ عليه، إلى أي حد أسهم فعلا في تحقيق هذا الهدف وفي إحياء الثقافة والتراث المدني؟ لا شك أنه أحدث طفرة أو أحدث اهتماما كبيرا، ضجة كبيرة للاهتمام بهذه المدن، لكن بهذه المدن وما تسخر به من كنوز ثقافية واجتماعية، لكن بالمقابل هذه الكنوز أيضا تحتاج إلى حفظ دائم وتحتاج إلى بنية تحتية تليق بها وتحتاج إلى من يساعد خارج المنظومة السلطوية الحاكمة، وبالتالي نحتاج إلى منظمات دولية، نحتاج إلى جهود مستثمرين أجانب من أجل الحفاظ على هذه المدن وتراثها. هناك بعد اقتصادي طبعا للمهرجان من خلال جلب السياح طبعا، لكن دائما ما زال الأمر مقتصرا على هذه المناسبات التي تقيمها الحكومة سنويا، وهي لا شك أنها مهمة لكنها أيضا لم تضيف جديدا على هذه المدن. ربما كما قلت هناك إضافة آنية، هناك محاولة جلب الاهتمام لكنها ليست راسخة وليست بمفهوم طويل المدى، لأننا نحتاج إلى تنمية طويل المدى، إلى دعم طويل المدى لهذه المدن وتغيير شكلها الداخلي والخارجي وتحويلها من مدن عادية تراثية إلى مدن نصفها تراثي ونصفها عصري، ترميم كل البنايات ومحاولة خلق ثورة اقتصادية تنموية داخل هذه المدن بعيد، من أجل أن تقوم بنفسها وتشرف بنفسها وبلدياتها على هذا الموروث وهذه الكنوز التي بها. دون ذلك لا أعتقد أن هناك سيمكن أن تكون هناك نهضة في هذه المدن. ربما هناك مناسبات يأتيها البعض مجاملات ويأتي الآخرون من أجل ربما الاستفادة أو الإفادة، لكن بدون جهود كبيرة يمكن أن تضيف لهذه المدن أكثر من حضور موسمي. تضفي على الأقل حفاظ على الثقافة والتراث من الاندثار. كيف السبيل إلى هذا الحفاظ في ظل تسارع وتيرة الثقافة الوافدة والتطور الحضاري؟ لا بد أن تكون هناك إرادة حقيقية لفك العزلة عن هذه المدن، لأن هذه المدن بعضها حتى هذه النسخة الجديدة النسخة الحديثة الآن في ولاية هذه المدينة التاريخية المعروفة بتراثها والغني بالتنوع هي الآن تعاني من 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 من, من العزلة، لأنها تبعد عن ولاية الحوض الشرقي 90 كيلومتر وهي طريق غير معبدة وتعاني أيضا من العطش، وبالتالي هذا الدائن الذين تعيشهما هذه المقاطعة المهمة جدا الثراء في الحضور النوعي والاستثمار في هذه المدينة، وبالتالي هاجر السكان هذه المدينة وربما المدن الأخرى التاريخية. وإن لم تكن هناك نهضة حقيقية وبنى تحتية مهمة لا أعتقد أن الحفاظ على هذا الموروث يمكن أن يستمر، لأن كنا ننتظر أن ينتقل هذا الموروث وهذه العطاءات داخل هذه المدن إلى العاصمة نواكشوط وأن تستفيد منه
مدن أخرى وبقية هذه المدن متقوقعة على نفسها لأنها لم تشكل بالنسبة للآخرين أكثر من مدن في 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 ذاكرة الجمعوية للشعب الموريتاني، لكنها أيضا لم تستطع مسايرة الحاضر بإضافات جديدة على هذا الواقع الذي أصبح عند الكاتب الصحفي والمدير الناشر لموقع 28 نوفمبر ملاي والبحيدة، شكرا جزيلا لك.